صباح الخير عن جديد. صدر حديثا كتاب نوافذ على الخيام للكاتب والصحفي والمصور الفوتوغرافي كامل صبحي جابر ابن مدينة النبطية بجنوب لبنان، بعد كتبه الموسعية برصيده الأدبي. نذكر منها ذاكرة الجنوب عين وأثر بال2005، جنوب لبنان عين تحاكي الجمال بال2008، إقليم التفاح العين ترصد مقامات الجمال بال2011، والهرمل الجمال ماء العين الزرقاء بال2012، واليوم أكيد الكتاب الجديد اللي هو نوافذ على الخيام. أهلا وسهلا فيك أستاذ كامل، كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ أول شيء بدي أشكرك لوجودك معنا، يعني جاي من النبطية ومنعرف الوضع هونيك، فتحية لكل أهالي الجنوب. أكيد وأكيد إن شاء الله يعني شوي شوي نكون عم نخلص من كل شيء عم نمرق منه إن شاء الله يا رب، ونرتاح كلنا ونكون ضمي وبيلنا مرتاح. أستاذ كامل، قبل ما نبلش نحكي عن الكتاب والإصدار الجديد، خبرني شو علاقتك مع العين؟ لأنه الإصدارات الأربعة اللي ذكرناهم كلهم موجود فيهم كلمة العين. العين هي التي تلتقط المشهد. العين هي الكاميرا بحد ذاتها. الكاميرا إلى عين هي اللي هي العدسة. لو ما العدسة ما في مشهد. وهي كلمة حلوة العين. هي مفتاحنا على الضوء. هي كمان التي تلتقط كل ما له علاقة بالنور من جهة، بالمشهد من جهة تانية، وبالشغف. يعني اليوم إذا عينك ما انشغفت لمشهد معين ما رح ترتبط فيه وما رح تحلل فيه. فالعين أكيد هي عين الكاميرا وعين المصور. يعني كمان دايما بنقول نحن عيننا هي الكاميرا، مثل ما ذكرت حضرتك بنلتقط فيها صور ذهنية نتركها ببالنا، ولكن قد ايه حلو كمان يعني بنحس العين بتحكي اوقات، بتخلي تبين شو بقلب الشخص حسب كيف بيتلقى الاشياء. كمان اليوم رح نحكي عن الكتاب اللي هو خامس كتاب من اصداراتك، نوافذ على الخيام، بالتعاون مع بلدية الخيام ورعايه وزاره السياحه اللبنانيه. الكتاب كان مقرر ينزل تقريبا بتشرين الاول بال2023، ولكن اكيد مع كل الظروف اللي صارت والحرب على غزه وجنوب لبنان كمان تاخر هذا الشيء. خبرنا اكثر عن الاصدار وكيف تم التاجيل وليه؟ هو اصلا اصدار الكتاب تاخر 5 سنوات أو 6 سنوات بالوقت اللي قررت بلدية الخيام تعمل هذا الكتاب، وكان مجموعه من الاسباب اللي اخرت. يعني اليوم نحن اجى موضوع كورونا اجل فتره من الوقت، التبدل اللي كان عم يصير من بلديه لبلديه بالخيام لحتى يجي رئيس البلديه ويتفهم الفكره اللي سبقوا حدا عليها. بعدين اجى الوضع المالي. يعني نحن لما تقدم عرض مطبعه لبلديه الخيام كان تقريبا ضمن اطار او نطاق البلديه بصرف اموال لصناعه الكتاب، لكن بعد تطور الانهيار الاقتصادي والارتفاع الحاد لسعر الدولار باتت بلديه الخيام عاجزه عن اصداره، وكانت تبحث بهذا الوقت عن تمويل. فاخذت معنا فرصه تقريبا بين 6 سنين و7 سنين من الوقت اللي قرر صدور الكتاب لسنة 1923. وهذا يعني أنا بدي أوجه تحية لرئيس بلدية الخيام المهندس الدكتور عدنان عليان، اللي هو قرر بكل جهده أنه هذا الكتاب لازم يصدر. أنا ما بدي أترك البلدية إذا كان في انتخابات سنة الجاي والكتاب مش صادر. حلو. واشتغل بكل جهده باتصالات مع فعاليات الخيام البلدية، المواطنين أصحاب اللي بيمونوا على المادة، أمن هذا الأمر وصدر الكتاب. صدر بتاريخ 25 أيار، هو تاريخ التحرير. لكن كمان صارت مجموعة من الظروف أجلنا، واتصلنا تقريبا ب6 تشرين كان لنا جلسة مع وزير السياحة، وتقرر نحن كنا عم نبحث عن وقت قريب، قال ب14 تشرين نحن بنوقع الكتاب. كان عنده جولة بمنطقة النبطية ب7 تشرين، و7 تشرين كانت غزة وما حصل بالجنوب، تغيرت كل المعادلة. وهلأ الخيام هي خيام مثل كل القرى والبلدات الجنوبية جريحة، أكيد عم تعاني يوميا من القصف والاعتداءات. أكيد. وهذا
يعني هذا لو فتحنا الكتاب حنقرأ تاريخ الخيام وحنشوف أنه تاريخ حافل بالتصدي لهذا العدوان اللي دمر أكثر من مرة للخيام، دمر عن بكرة أبيها، ارتكب فيها مجازر بسنة 1977، قتل مجموعة كبيرة من المسنين اللي صمدوا من البلدة بالبلدة ورفضوا أنه يخرجوا منها، أعاد تدميرها بسنة 2006 كمان بهذا العدوان الكبير اللي شنوا على الجنوب. فكانت عم تعاني الخيام مثلها مثل البلدات كي. الجنوبية. المهم هلأ إنه هذا الجنوب يظهر بالسلامة وبتهون نرجع نطلق الكتاب. أكيد يعني أهم شيء هلأ السلامة، وأهم شيء أكيد السلام لكل أهالي الجنوب، الله يحمي كل أهالينا بالجنوب بكل المناطق. أكيد مثل ما ذكرت حضرتك الخيام بقضاء مرجع يوم بالجنوب، وهي كمان من المناطق اللي موجودة على الحدود وعم بتعاني هلأ كتير من القصف. ولكن خلينا نحكي شوي عن المنطقة، عن تاريخها، كمان عن الأشياء الحلوة فيها. يعني هلأ رح نبلش أكيد نشوف صور كمان تابعة، ولكن خلينا نحكي شوي عن المنطقة. أنا الخيام قديش أنا متعلق بالمدينة مسقط رأس النبطية. الخيام مثل نقول سبحان الله كان فيها كيمياء بيني وبين جمعني، هل لا يمنع أنه يكون في كيمياء مع القرى والبلدات التانية، لكن الخيام توطدت لإلي مجموعة من العلاقات مع مجموعة من الناس فيها، وكان عندي إصرار أنه أنا كل ما بدي أطلع على المنطقة لازم ميل على الخيام. خلص الخيام صارت تعني لإلي مصادر المي، المي فيها، السهول اللي بتحيطها من كل، وجمالية الخيام أنه هي تقع على تلة تنحدر هذه التلة بمختلف الاتجاهات نحو سهول، مجموعة من السهول، يعني من سهل سردة والعمرة لسهل الوزاني لسهل الخيام مرجعيون لسهل إبل السقي على الجهة الشرقية بتطل على مجموعة من الأنهار. أنت في حواليك جنة والخيام هي عروس وسط الجنة طالعة. فأنا كنت عم صورها عم صور بالشغف والحب، ما كنت عم فكر بكتاب للخيام. بدأ هذا العملية بدأت بسنة 2000 بعد تاريخ التحرير، وأنا ما كنت أعرف الخيام كتير، كنت طفل ويوم احتلت الخيام يعني وما كنت أقدر أوصل عليها، وكانت حطت لها صورة براسي قد ما أسمع فيها، لكن بعد ما وصلت لها صارت تعني لي كتير. صور لأني بحب الخيام، بصور السهل، بصور النهر، وبصور الجبل الشيخ اللي بيطل عليها من أعلى بجمالية لا توصف، بصور قلعة الشقيف اللي كأنها بتحكيها عند المساء. هذه جمعت الصور إلى أن قرر أحد ببلدية بلدية الخيام وقال طالما عندك كل هالصور هيت لنعمل نحن وياك كتاب عن الخيام. وهذا الكتاب أكيد كان فيه استعادة للتاريخ، للجغرافيا، استعادة للذاكرة الحي القريبة والبعيدة، وخاصة ذاكرة العدوان الإسرائيلي. يعني هو كتاب ممكن تصنفه بالكتاب السياحي، لكن لا يمنع أنك تكتب عن الذاكرة المريرة اللي مرقت فيها الخيام، تقول للعالم انه هيدي الخيام اللي مرقت بكل هذه الحروب والاعتداءات تفضل كيف بعدها تحتفظ بكثير من مقومات الجمال فيها. مزبوط، ومنشوف بالصور يعني كيف بعدها منطقه رائعه وحلوه، وهول الاشياء يعني كمان اللي بيميزوها للمنطقه بالرغم من كل الصعوبات اللي قطعت فيها والمشاكل. يمكن كمان الحرب هي اللي خلتها تكون يمكن هالقد جميله بالنهايه. هلا لا، هذا الموضوع له وجهتين، يعني السلبيه والايجابيه. أكيد. أحياناً الحرب يلعب دور كتير سيء بتدمير نحن نذكر قلعة الشقيف وقت اللي قرر الاحتلال الإسرائيلي قبل الانسحاب منها بسنة 2000 قرر تدميرها بعد ما كان عملها مقر له لسنوات، وقامت لأيام وقتها وهذا اللي منع كذا. لكن هذا العدوان، هذا العدو شوه كتير من جمالية قلعة الشقيف بغارات كان ينفذها على قلعة الشقيف. كذلك الجنوب، يعني في كتير من المواقع التراثية والأثرية دمرها الاحتلال، ما لم تعد موجودة. وأنا بكتاب عين تحاكي الجمال بالجنوب عملت نماذج معتقل الخيام اللي موجود بهذا الكتاب، المعتقل قبل التدمير والمعتقل بعد التدمير. ما عاد المقومات المعتقل هي ذاتها لما كانت قبل التدمير. كذلك مجموعة من القلاع والمناطق الأثرية بالجنوب هذا العدوان أضع عليه. أضف إلى أنه نحن كمان نعاني من إهمال له علاقة بالأساس بالمفهومنا تجاه البيئة والتراث. نحن إنه هيدا قيمة بدنا نحافظ عليها، والله ما توجبه مصلحتنا الخاصة هي أبدا من هذا الموضوع. أنا بكتاب الأول عين وأثر
في يقول لحد 40% من المقومات للكتاب ما عادت موجودة على الأرض اليوم. يد الإهمال من جهة والعدوان الإسرائيلي من جهة تانية أتوا على تدميره. لكن ما التقطته العين هو اللي خلى هذا المشهد يعيش وربما يعيش لأزمان كتير. أكيد يعني بالنهاية الصور هي كمان بتخلد هذه الخبرية أو هذا المشهد، ولكن حلو كمان نكون عم نحافظ عليه لأنه تنعرف قيمته لازم نكون عم نخليك يستمر معنا ويضل في تبعية. كمان الكتاب مؤلف من 168 صفحة تقريبا، فيهم 346 صورة و15 لوحة كبيرة كمان. ذكرت انه الكتاب سياحي نوعا ما، ولكن هل هو كمان بيتضمن معلومات عن المنطقة؟ خبرنا اكثر. اكيد يعني شو الكتاب ده؟ اكيد اليوم انت نافذة على الخيام، انت عم تطل على الخيام. وهذا الكتاب نافذة سميناه المرة، لكن باللغة الانجليزية اسمينا الكتاب عين، عين على الخيام. لكن النافذة هي أنت عم تطل من نافذة نور على الخيام. نوافذ نحن أنا طليت عليها من كل الجوانب للخيام، ليس إطلالة العين فحسب يعني، لكن رحنا نحو الجغرافيا ونحو التاريخ، رحنا نحو منابع المياه فيها. فعلا الخيام فيها مجموعة كبيرة من المقومات اللي بتقلك تعا عملني كتاب. والغاية من الكتاب اليوم أنك يعني كمان أنت تحمل الخيام بمساحة صغيرة وتقدمه للعالم، وتقدمها للعالم بالشكل اللي لازم تتقدم فيه. وكمان لتقول لأهل الخيام إنه هاي مدينتكم الجميلة التي تتمتع بهذه المزايا البيئية الجغرافية الطبيعية، بهذا الخير الدافق من المياه، هذه السهولة اللي عم تعطي لازم نحافظ عليها. يعني هي دعوة صح، طائد جمال، نافذ الجمال، لكن كمان هي نافذة لحتى نشوف كيف بدنا نحافظ على هذا الجمال ونضل نمتع نظرنا فيه ونفرح بما نمتلكه من مزايا جمالية بهذا الجنوب الجميل جدا. أكيد أستاذ كامل، يعني هون كمان تأكد على كلامك، يعني نحن بنعرف العديد من الشباب اليوم ما بيعرفوا المناطق بلبنان، يعني بس يشوفوا صورة، إذا شافوا صورة مثلا البحيرة تبع الخيام ما بيعرفوا إنه بلبنان. فهيدي كمان الخبرية بتقربهم أكتر وأكتر تيتعرفوا على المناطق، يصير عندهم حشرية يمكن يعرفوا، هو اللي بيخليهم يصيروا يقدروا البلد، يقدروا المناطق الموجودة كمان بالبلد، وشوي شوي بيتعلقوا أكتر كمان ببلدهم. الكتاب تم تقديمه للشاعر الكبير الراحل محمد علي شمس الدين، الله يرحمه. الله يرحمه أكيد، ولكن الكتاب صدر اليوم بعد رحيله. خبرنا شو اللي قدمه الشاعر شمس الدين لهالكتاب وللجنوب؟ قبل كتاب الخيام قدم الشاعر الكبير محمد علي شمس الدين كتاب الهرمل. لا يكتفي بكتابة الشعر كان الشاعر الكبير، بل كان عنده قراءة للمشهد، وكأنه يقرأ اللوحة ليعبر عنها بالشعر، ويقرأ المشهد ليعبر عنه باللغة وكذا. وكان أبدأ أكثر من لقاء معه إعجابه الشديد بما تلتقطه عيني وبما أعلق عليه، يعني بما أذيل الصورة من تعليق. وكان يتهمني دائما بإني أكتب الشعر، لكن ما مقرر أنه أعمل شعر. ونظرا للحس المرهف بقراءة الصورة وبقراءة المشهد، كان لازم أطلب منه أنه يعمل إطلالة. أمنت مجموعة من الصور بين ده والعناوين اللي بدنا نحكي فيها، وفعلا قدمها بطريقة كتير جميلة تليق بالكتاب ويليق بالكتاب انه يكون مقدمه حدا مثل الشاعر الكبير محمد علي شمس الدين. حلو، يعني اكيد كمان هيدا تقدير مش بس للشاعر ولكن لكل اعماله وكل الارث اللي تركه. اكيد، فاكيد يعني الله بدي اقول هون من المصادفة انه انهى تقديمه الشاعر محمد علي شمس الدين بتحية للشاعر حسن عبد الله. ومن الصدف السيئة انه اثنيناتهم كان مسافة شهر بيناتهم لما توفوا، واثنيناتهم ما تسنى لهم يشوفوا الكتاب اللي مذكورين فيه تماما. ولكن اكيد حضرتكم عملتوا لهم تقدير كتير كبير وذكرتوهم كمان، وهذا شيء كتير. اكيد وهذا استاذ كامل، هون عم نشوف القلعة اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي، هون بعد ما تدمرت وبعد ما تعرضت للغارات عم نشوف ما بقى مبين شيء منها، يعني بعد في كم حيط كم شغلة كان في أثر للقلعة، وهذا اللي كنا عم نضوي عليه بس كمان تنشوف تنقدر نعرف شو عم بيصير عنا بالأثرات وبالمحلات كمان التاريخية
تيكونوا العالم كمان على اطلاع. حبينا نفرجي كمان هذه الصورة. الله يخليك قلعة الشقيف يعني أميرة اللي احنا بنسميها أميرة القلاع الجنوبية إذا بدك أميرة القلاع اللبنانية. ومثل ما كنت عم تحكي من شوي إنه الناس التانيين ما بيعرفوا شو في بالجنوب، أحيانا أبناء الجنوب ما بيعرفوا شو في بالجنوب. يعني أنت اليوم لما بتجيب مشهد معين بالخيام وبتقدمه في حدا من الخيام بيقول لك هيدي موجودة عندي. أنت تختار زاوية للمشهد يختار الرسام، أنت قدمتها بالقالب اللي لازم يتقدم فيه والقالب الذي يجذب يعني. قلعة الشقيف برغم كل ما تعرضت له فعلا بعد أميرة القلاع. هلأ هون كان في بعد الترميم اللي حصل فيها كان الأبيض بلش يغطيها من فوق، وهذا يعني بده وقت ليرجع ياخذ ثمرة الحجارة اللي هي عليها. لكن فعلا أثر كتير، في مجموعة كتير من حجارتها انهارت باتجاه نهر الليطاني. تعرضت سنوات طويلة للقصف قلعة الشقيف، وبنقول لو مانا هي فعلا صخرة على صخرة قائمة ما بتضل كانت انهارت من زمان. استاذ كامل اليوم بس نحكي كمان عن هذا الكتاب بالتحديد، في بلدية الخيام اللي أكيد كمان ساعدت ودعمت إصداره، خبرنا عن دور البلديات بهذا النوع من الإصدارات وقد إيه أهمية إنه البلديات تكون عم بتركز كمان على هيك نوع من الكتب. قبل ما بدي أحكي عن دور البلديات بإصدار الكتب والتدليل السياحي والمعرفي على المناطق التي تقع تحت سيطرتها، بدي أحكي عن دور البلديات بحماية هذه الطبيعة والبيئة. أنا قايل بمقدمة كتابي إنه أنا كنت التقى أنا والبلديات أو اتنافر أنا وياهم أو اتخانق أنا وياهم للبلديات أحيانا على شيء معين عم يصيبوا الإهمال أو عم يصيبوا التدمير. يعني كثير من المنابع المياه نلاحظ أحيانا الاعتداء عليها، يعني كان يستوجب تدخل البلدية لتوقف هذا الاعتداء. بالخيام كان في مجموعة كبيرة من الترانشيات، هيدا من الحرب العالمية الثانية اللي بنوها الإنجليز ليدافعوا عن وجودهم العسكري بهذه المنطقة، كمية هائلة. سمح للمواطنين بأنه يعتدوا على هذه المكعبات اللي عم نحكي نحن كل مكعب منهم ممكن يكون 5 أمتار ب5 أمتار ب5 أمتار. سمحوا لهم بتفكيكها بإقامة بإزالة الحجارة منها ونقلها لتستخدم جدران دعم لتستخدم بالحدائق، بينما هي مطرح اللي هي فيه هي هونيك جماليتها. أحياناً بالاعتداء على الدردارة اللي هي أجمل المناطق، وكتب فيها الشاعر حسن عبد الله الأسيط المشهور الدردارة، والتوصيف التاريخي بيحكي كتير عن الدردارة وأهميتها، هذا النبع من المياه الجميل. يعني أنا بلحظة من اللحظات اتدخلت مع البلدية لأوقفوا عملية صب لقسم كبير من بركة المياه لتحويلها لاستراحة ليقعدوا الناس عليه. دور البلديات قبل دور إصدار الكتب هي حماية هذه المواقع الطبيعية والبيئية ومساعدتها لأنها تستمر أكثر، وتوعية المواطن على أنه أنت تمتلك هذه الثروة لازم تحافظ عليها. خدموني كثير بالكتاب أنه حولوا مجموعة كثيرة من صوري لكتاب، خدمتهم كثير أنا أنه جهد 23 سنة من التصوير الفوتوغرافي حولنا جزء منه جزء بسيط. يعني أنا لما بحكي 340 صورة أو 346 صورة أكيد. خليني أحكي عن آلاف الصور اللي أنا مصورها للخيام لازالت موجودة لدي. يعني أكيد نحن منعرف قد أهمية كمان توثيق المناطق والأشياء الجميلة بلبنان، لأنه كمان وخاصة بالجنوب اليوم عم نشوف بين نهار ونهار مثل ما شفنا بالقلعة اللي كمان حكينا عنها، يعني في عنا ثروات عم تنفقد وفي عنا ثروات عم تتشوه، فحلو نحافظ عليها ونوثقها كمان كرمال نحملها معنا ونخلي نحافظ على هذا التاريخ. هون البلدية بتلعب دور كمان أكيد. الحفاظ عليها وتوثيقها والمتابعة. السلطة العليا بالمناطق هي سلطة البلديات، ويتاح لها أن تتدخل بكل ما يجب أن تتدخل لحماية هذا الثروة. أستاذ كامل، يعني نحن أكيد فينا نحكي عن الجنوب ساعات وساعات ونحكي عن المناطق فردا فردا، ولكن أكيد لضيق الوقت ما معنا كتير وقت. أنا بدي أدعي كل الأشخاص اللي عبالها تعرف أكثر على الجنوب وبالتحديد على منطقة الخيام كمان تشوف هذا الكتاب تتصفحه وتتابع كمان أكثر وأكثر فيه، وكل المنطقة كمان بالكتب القبل كمان أكثر وأكثر، وناطرين إصدارات
اجدد كمان ان شاء الله. هلا دور النبطيه جاي بالفتره اكيد جاي. ولكن استاذ كامل كلمه اخيره بتحب تقولها ان كان لاهل الجنوب وللبنانيين بشكل عام قبل ما نختم الحلقه؟ يعني جل ما نتمنى ان يتوقف هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم على جنوب لبنان. اكيد نحن ليس من وقت غزة نتعرض لهذا العدوان، نتعرض منذ أن احتلت إسرائيل فلسطين الحبيبة من سنة 48. سنة 48 وهذا الجنوب يدفع ثمن كتير باهظ وغالي. كان الإعلام أحيانا ما يساعد الجنوب، لكن من خلال هذا الكتاب حتشوف جزء من التجربة تاعت اللي عاشتها بلدة الخيام. أنا كاتب عن مجزرة الخيام، هذه مجزرة لا توصف. أنك أنت مجموعة من المسنين تجمعهم بالساحة وتعدمهم لأنهم قرروا يصمدوا وتدمر الخيام، عن بكرة تدمر بقي بيت أو بيتين. فأتمنى أنه ينتهي العدوان اليوم قبل الغد، وأن يعود كل مواطن إلى أرضه إلى بيئته ليتمتع بجمالياته، ليتمتع بالزراعة اللي كان يزرعها وانحرموا منها من 6 أشهر. اليوم عم نحكي قديش إنها المزارعين فقدوا مواسمهم. منطقة الوزانة عم تعاني الأمرين اللي هي مشكلة جزء أساسي من جمالية هذا الكتاب. أكيد. أتمنى أن يتوقف هذا العدوان يرجع الجمال ونعمل كتاب وكتابين وثلاثة وأربعة. أكيد كلنا بنتمنى هذا الشيء وبنتمنى السلامة لكل أهل الجنوب وكل أهل لبنان ولبنان بشكل عام والمنطقة كلها، لأنه عن جد كل شغلة بتصير بالمنطقة بتأثر علينا نحن كمان بلبنان، ولازم كلنا نكون يعني عم نتوجه صوب السلام شوي شوي. ميرسي كتير لك استاذ كامل جابر، كاتب والصحافي والمصور الفوتوغرافي، وان شاء الله بالاصدارات الناجحة والعديد من الاصدارات اللاحقة كمان توسي قد ما فيك من المناطق. شكرا. ميرسي لك استاذ كامل. صبحيتنا بتتابع ولكن بعد فاصل.